إنسان ما صلى الفجر حتى طلع وقتها، وهو دائما هذا أسلوبه حتى تطلع الشمس، ثم يصلي نقرا ثم يقول إن هذا اليوم يا أخي كل ما أطقها عدلة تنقلب عوجة، كل ما أردت أسعد حتى أريد أن أضحك الناس وزملاء يضحكون وأنا ما أضحك. نقول يا حبيبنا أنت غائب عن الحصانة الشرعية، الذي خلق الكون سيحميك الله أكبر ويحفظك ويعطيك ويبهجك ويبعد عنك أن تزل أو تزل، تضل أو تضل، تجهل أو يجهل عليك. عبد الله بن عباس يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. أبجديات الطالب أولى ابتدائي عندنا 6 سنوات ونص 7 صح. ويعلمه الحبيب كيف يعرف ربه من بدايات عمره. الله. أحد أسباب انصحراء اليأس وهجيرها يشوي وجوه وقلوب بعض فتياتنا بالذات، وبتبو الدموع وشهادتي ما تعين. يا أخي يا بني، القضية صحح العلاقة مع الرزاق يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. الله أكبر. صحح التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين في كل صلاة. أنا أريد بالقوانين المراد ممكن التطبيق، يعني بعضنا الآن بعضهن تأخذ الجوال وقعد تسولف مع زميلتها 1.5 ساعة، تقول فضفض لك ما في مشكلة. أصلا من أجمل قوانين السعادة أن يكون بجوارك من تستند عليه، من تستند تفضفض له، لكن ما تشتكي الله له، تقول الله ظلمني، الله ما رزقني، كل الناس تزوجوا إلا أنا، تعينوا إلا أنا، رزقوا جمالا إلا أنا، بيت ما يجوز هذا. السعداء ليس أولئك الذين كملت دنياهم، لا، في سعداء بلا أقدام وأشقياء يركضون عدائين. صحيح. في يا أخي سعداء، سعداء بلا وظائف وأناس في الوظيفة ويزفر، تو مصلح كابتشينو وصبي له قهوة ومبسوط ومع هذا يزفر. يا أخي تزفر إيش؟ أحمد الله غيرك يا أخي ما وجد. الله. لماذا ذاك سعيد؟ الله. ذاك بذل السبب وانتظر المسبب. الله. آمن بالله، عكف قلبه على الله، يا ربي يا ربي يا أخوان، لها لذة وأنت تناجي ربي مع يقين أن الله سميع مجيب قريب قريب. بعضنا يقول المال ليس السعادة، المال من السعادة، من وسائل جلب السعادة أن تكون يدك عليا صح، ولا تكون سفلى، السفلى هي التي تأخذ والعليا التي تعطي. لا تعتقد أن إذا نتكلم عن السعادة نقول لا ترك عنك المال وترك عنك المركب الحسن والبيت الجميل والمفرش الجميل، لا يا أخي الحبيب، كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. الله. ماخي توازن وانبسط، والله الذي لا إله غيره لا يستحق السعادة أجمل اللباس وأجمل الطعام وأجمل البيوت وأجمل المراكب وأجمل المطاعم، ما يستحقها إلا أهل الطاعة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. باختصار، الله ما خلقنا ليعذبنا، أراد لنا السعادة، اسلك طريقها حتى تصل إليها.